لما تسرق قوت عيالي تبني بيه قصور جنرالاتك، واللي باقي فالبواقي نسخة أسوأ من مبارك. طب انت مش شايفني، مش عارفني، مش خايفني ولا حتى في اعتبار، رغم ان الارض ارضي وانت كنت حراسة عني. ليه بتنهش ليه في جلدي انت والاوباش كلابة؟ لا خلاص بنقول كفاية، كل شيء وله نهاية. خدنا خطوة البداية، يعني بكرة يكون حسابك. ومع احلى يلا بينا. طب يلا بينا. يوم 6 ابريل سنة 2008 كانت في دعوات لإضراب عمالي في المحل، والناس ما كانتش متوقعة ابدا ان في حد ممكن ينزل الشارع او حتى يتجرأ انه يكسر قبضة مبارك الامنية او يقرب حتى من انه يهز صوته، الا ان الناس مجرد ما بدأت تتجمع ويضموا على بعض اتجرأوا، وصوتهم كمان علي وغضبهم الطافح مش بس خلاهم هز صورته، دول مدوا ايديهم وسحبوها وحطوها تحت رجليهم اللي عبروا بيها عن اوجاعهم وقهر السنين. المشهد ده مؤمن مع انه كان في 2008 ويحسب طبعا لحركة 6 ابريل، الا انه خلى الناس تقول الله ايه ده، طب ما هو ينفع اهو، مفيش طير ابابيل نزلت من السماء خرمت روس الناس دي بالحجارة، ولا الشعب كله بيحب مبارك زي ما هم كانوا مفهمين. ايوه كانوا مفهمين ان اللي هينزل الشارع الشعب هيسحقه. امال اللي حصل يا جدعان؟ ده الشعب هو اللي دايس على مبارك بجزمته. مش الشعب ده يا بلطفي ولا انا غلطان؟ تنويم مغناطيسي مفعول انتهى فجأة، وبدأت الناس تشوف الامور على حقيقتها. الله ده مبارك مش محبوب ولا حاجة. الصور تعلقها هناك والبنرات دي اما من منافقين او اصحاب مصالح او مرتجفين وخايفين. الكام واحد اللي بيلفوا على القنوات طول النهار ويقنعونا ان كله تمام، طلعوا ان هم كانوا بياخدوا مرتبات وان دي لقمة عيش. المذيعين اللي بيطبلوا لهم والمطربين اللي بيغنوا لهم، كل ده طلع وهم وكذبة كبيرة عشناها كلنا سنين. بس يا طيب، وكان له ما بعده يا مولانا، كترة الاحتجاجات ومبارك بدأ يتراجع وهامش الحريات بدأ يزيد، وده طبعا كان غصب عنه وب امر الشعب، لحد ما جه 25 يناير وانطوت صفحة الطاغية للأبد. ومن 2013 حتى 2020 كانت اتبنت جمهورية خوف اشد احكاما عشان ما تتكررش الاخطاء السابقة. لا ومن كتر احكامها كمان طلع الطاغية بكل ثقة وعجرفة، وهو مدينا ظهره كالعادة وبيقول لنا مؤاخذة انا شايف كده كلام احذروا، كلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. ويزيد بعدها من طغيانه ويتعامل مع المصريين بكل استخفاف، وهو بيقول لهم هنزل لكم الجيش يبيت شقاكم والشرطة تكسر شقة عمركم وميراث عيالكم. ظن ان الخوف اللي فرضوا والرعب اللي نشروا موت النخوة جواه، وانه كسرهم وسلبهم كرامتهم قدام طغيانه. مفيش شك ان القوة والسلاح بيدوا الطاغية ثقة وغرور، بس كمان بيدوله شيء من الغباء وسوء التقدير. محمد علي اللي المعيز شغالين عليه وإعلامه شغال يسوق في سمعته مع باكج طبعا بتاع التخوين والعمالة بقالهم أكتر من سنة، طلع الراجل من كاميرا موبايله وقال السلام عليكم يا مصريين، إحنا نازلين بكرة 20/9 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كده يا مؤمن، لا معارضة سياسية ضمت معاه، ولا نخبة قالت له إحنا في ضهرك، ولا حد نظم وحشد، ولا أي حاجة في أي حاجة حرفيا. هدوء حذر طول اليوم والناس مترقبة، اللي هو الناس بتبص لبعضها. إيه؟ تريقة من المعيز على الإخوان في محاولة بائسة لربط بالأحداث. إعلام شغال طول نهار 20/9 على وتر محدش نزل، وإذ فجأة يشاء السميع العليم وتقوم خناقة امبارح العصر في نفس اليوم اللي دعا فيه محمد علي للنزول في قرية الكداية مركز اطفيح في الجيزة. وكالعادة تنزل الشرطة وتتعامل مع الناس بمنطق الأسياد والعبيد، الناس تتجرأ عليهم ويحدفوهم بالطوب ويطردوهم ويقلبوا لهم عربياتهم كمان ويولعوا فيها. أيوة اللي قدامك دي فلوس الإمارات، دي من الدفعة اللي جات للسيسي في 2014 هدية عشان يقمع بيها المصريين ويسيطر عليهم كنوع من الدعاية لعيال زي. المهم يا مولانا ان هذا الحدث يعيد الى ذاكرة المصريين ما حدث في يوم 6 ابريل سنة 2008، لا وما تلاها كمان من 25 يناير. الله ده ينفع اهو، والشرطة طلعت كمان بتخاف وتجري زينا، وما هي الا برهة من الزمان يا سيدنا. والناس اللي كانت بتبص لبعضها في سؤال صامت من شوية فاكرهم انت؟ ايوه هم يقولوا البعض طب ايه، يلا بينا. طب يلا بينا، وتنطلق العياط من نفس ذات محافظة الجيزة لتعلنها لا إله إلا الله.
عشان ترجع تاني أطفيح جيزة برضو ترد عليهم نفس ذات الهتاف السيسي عدو الله. ثم تنضم محافظة الأليوبية من خلال القناطر الخيرية يا مولانا، وينادوا على اللي خايف ويقولوا له ياللي ساكت ساكت ليه؟ فيرد عليهم اهاليهم من نفس ذات محافظة الأليوبية برضه، بس من حتة تانية اسمها كفر شوك، ويقولوا لهم لا ما تخافوش انتوا احنا مش خايفين. ويطلع بعدها شباب المعمورة في اسكندرية ويشتبكوا مع مدرعات السيسي بدون خوف، ويجبروهم انهم يتراجعوا في مشهد يجبرني ان اقول وحشتيني يا اسكندرية اقسم بالله. ولحد أسوان يا سيدنا كان الشباب بالمرصاد للقوة الغاشمة اللي ذكرها الغشيم في خطاباته وهدد بيها جموع المصريين. أما سوهاج بلدنا، شباب في دار السلام هناك قرروا إن هم يعملوا زفة شعبية لسيادة الزعيم القائد. بس يا مولانا الدنيا شغالة وإذ بالقاهرة تسجل دخول، وكان ذلك من خلال شباب ورجال البساتين ثم قالوا ثم كان ختامها مسك مع شباب العاشر في مدينة نصر اللي حرفيا كانوا في مواجهات المسافة صفر. صدمة خلت المعيز في حالة مأمأة وإنكار للواقع، وبدأت نبرتهم الساخرة من فينك يا محمد يا علي انت ورجالتك ومحدش نزل، إلى أصل اللي نزلوا دول خرفان وشوية مغيبين، دول كانوا شوية عيال أصلا، هو الجيش فين؟ صدمة خلتهم ما يفكروش ويهبدوا بحوافرهم في أي اتجاه وكأنها فرفرة الزبيب. لما تلاقي صورة زي دي بتلف في يوم زي ده على جريدة الوطن والسي بي سي وإكسترا نيوز والدي إم سي والدستور واليوم السابع والقناة الأولى المصرية، يبقى لازم تعرف ان في واحد مهزوز هو اللي بيدير المشهد كله، وتم الارسال كمان من جهاز سامسونج، يعني لا شعب اختار ولا متمسك ولا اي نيلة. لما تلاقي المعيز بتسخر طول النهار ويقولوا اللي هينزل هيتضرب على دماغه بالشبشب من المصريين ومحدش نزل، ولما تفاجئوا ان المصريين هم اللي في الشارع ولو كانوا لمحوا معزة منهم كانوا جابوه من دين، يبقى حضرتك لازم تعرف حجمك كويس وقد ايه انت واجع. لما تلاقي السي ان ان ما نقلتش من كل اللي انا نقلته هولك ده غير خبر واحد عن تريقة عمرو أديب على محمد علي وهو بينادي على المعارضة بدم حامي، يبقى لازم تسأل نفسك هما بيخبونا ليه؟ مش يمكن احنا كتير قوي؟ مش يمكن هما عارفين حجمنا اكتر مننا ومخبيننا عن بعض؟ مش يمكن اللي بيحصل ده ما يكونش مجرد 6 ابريل ويكون شرارة 25 يناير؟ مش يمكن تكون فعلا الثورة بدأت وهم قصدين يحبطوكم ويقللوا من عزيمتكم؟ طب والله العظيم انكم امبارح فرحتوا الملايين، والله العظيم انكم امبارح ادخلتوا السرور على قلوب مكسورة ونفوس يأس وحييتوا فيها الامل من جديد، والله العظيم الاف الرسائل جات لي من امبارح للنهاردة بالدموع من الناس اللي اتحرموا من عيالهم في معتقلاته بيقولوا لكم شكرا، من اللي الفقر نهش في لحمهم بسبب غبائه في قراراته بيقولوا لكم شكرا، من اللي متهددين انهم يترموا هم وعيالهم في الشارع بسبب جبايته واتواته بيقولوا لكم شكرا، شكرا والله والف الف شكرا. انتوا المصريين اللي كانوا بيخوفوكم بيكم، انتوا اصحاب الارض اللي كانت امبارح تحت رجليكم، وانتوا الامل الوحيد للبلد دي، فربنا يحفظكم وينجيكم، ومفيش كلام تاني ممكن يتقال غير ربنا يسعد قلوبكم زي ما اسعدتوا الملايين من حواليكم. وبس كده يا مؤمنين.
عسكر السلام عليكم. نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكر التب سكليت مسخرون ومسخرون عسكرين مسكنوا له عسكرون وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكر التب سكليت مسخرون ومسخرون.